مرحبا بكم في قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. مع التفاصيل: فاجعة المصنع، لجنة ملكية تحل بطنجة وملامح زلزال جديد في الطريق. توجهت لجنة خاصة من القصر الملكي إلى مدينة طنجة للوقوف على آخر تطورات الفاجعة التي هزت المدينة أمسا بوفاة 28 عاملا وعاملة داخل معمل غير قانوني بقبو إحدى الفيلات بحي الإناث بمنطقة المرس. وذكرت مصادر متطابقة أن الوفد يضم مستشارين في الكتابة الخاصة للملك، وينتظر أن يزور أولا أسر الضحايا لمواساتهم وكذا تقديم يد المساعدة في ظل الظروف التي عاشوها بعد تلقيهم خبر الفاجعة. واجتمع الوفد بوالي المدينة والذي بدوره سيلتقي مسؤولين محليين لتحديد المسؤوليات، خاصة وأن المصنع كان واضحا للعيان وبه أكثر من 100 مياوم دون أن يفطن أحد رجال السلطة المحلية والوزارة الوصية على القطاع الصناعي لهذه الوحدة الصناعية القبو. ورجحت مصادرنا أن تعصف فاجعة طنجة ببعض المسؤولين، حيث بدأت تظهر مؤشرات ملامح زلزال إداري جديد في الطريق، خاصة وإن مسؤولين قضائيين وأمنيين كبار توجهوا اليوم إلى عاصمة البوغاز.